كنيسة ومزار سيدة الجبل هي كنيسة كاثوليكية تقع في بلدة عنجرة في محافظة عجلون. يعود تأسيسها الحديث إلى عام 1932، حيث أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع الميلاد. تعتبر الكنيسة من المواقع الخمس المعتمدة من الفاتيكان للحج المسيحي، حيث يشرف عليها منذ عام 2000 لتكون وجهة للحجاج المسيحيين في الأردن. تعود أهمية هذا المزار إلى الاعتقاد عند المسيحيين بأن المسيح ووالدته مريم العذراء قد أمضوا فترة وجيزة في أحد كهوف عنجرة، حيث كان المسيح وتلاميذه ينتقلون في بعض مدن بلاد الشام متجولين، إذ سلك الطريق الواصل بين الناصرة والقدس عن طريق وادي الأردن مراً بأم قيس ثم عنجرة وجرش ومنها إلى المقطس في نهر الأردن، حيث كان النبي يحيى عليه السلام يسلك هذا الطريق للابتعاد عن اليهود الذين كانوا يريدون قتله.